وينضم إلينا الزميل عصام العباري من الدار البيضاء، حيث سيسلط الضوء على الحضور البارز للتجار الأفارقة في الأسواق النموذجية، خاصة على ما أعتقد في المدينة القديمة. عصام مرحبا بك ولك الكلمة، تفضل. مرحبا نوفل، مرحبا المشاهدين الكرام والضيوف الافاضل. كنت واجدوا في العاصمه الاقتصاديه مدينه الدار البيضاء باش نتعرفوا اليوم على واحد التجربه ديال الاسواق النموذجيه، ولكن اغلب التجار فيها من دول جنوب الصحراء. نحاولوا نتعرفوا عليهم، نعطيهم الكلمه كذلك، وكذلك نتعرفوا على المنتجات اللي كيبيعوا هنا في هذا السوق هذا، واش الكليان ديالهم فقط من الدول ديالهم، من المواطنين ديال الدول ديالهم، ولا المغاربه بدا الاقبال كيعرفوا باش انهم يتعرفوا على هذه المنتجات هذه. بقوا معنا في جوله اليوم. سالي، اهلا. دو اكزاكتومون، من اي دوله انت؟ انا من السنغال. كم من الوقت مضى عليك وانت في المغرب؟ انا هنا منذ 4 اشهر. كيف هي الاجواء هنا؟ بخير على ما يرام. ما الذي تبيعه هنا في هذا المحل التجاري؟ نبيع هنا منتجات سنغاليه مثل مستحضرات التجميل. مدام بونجور، من اي بلد انت؟ وهل يمكن لك ان تحدثينا عن هذا السوق في المدينه القديمه؟ انا من دوله ساحل العاج، انا اشتغل هنا في هذا المحل وكل شيء على ما يرام. بالنسبه لي تخصصي هو ميدان الحلاقه والتجميل، واستقبل عددا من الزبائن المغاربه الذي احس معهم وكاننا عائله واحده. اهلا، كم من الوقت مضى عليك هنا في المغرب؟ حوالي 10 سنوات. من اي دوله انت؟ من السنغال. هل يمكنك ان تحدثين عن هذا السوق؟ هذا سوق افريقي بامتياز، حيث يوجد باعه من مختلف دول جنوب افريقيا. السلام عليكم سي عبد السلام، انت الامين ديال السوق هنا، السوق النموذجي المدينه القديمه. تكلمنا شي شويه على هذا السوق. هذا السوق النموذجي كان في الاول كيتوفر على المغاربه، يعني في الاول كان مغربي 100% مغربي، دابا لحد الساعه ولا افريقي، يعني بالتواجد ديال الافارقه. يعني كل شيء دابا كل دوله كتعرض المنتوج ديالها بالقرب من، يعني في القرب من مراكش، يعني ولا معروف على الصعيد العالمي، يعني السوق افريقي جميع الدول، يعني المنتوجات كل وحده كتوفر على المنتوج ديالها. السنغال، كوت ديفوار، غينيا، غانا، وكاين الحمد لله كاين تعايش ما بين الافارقه والما، يعني كل شيء الناس كيسوقوا المنتوج ديالهم مع المغاربه، اكثريه مع المغاربه، يعني ولات عندهم تجاره حتى مع المغاربه. نوفل، جولتنا ديال اليوم خلتنا على اننا نحسوا بنفسنا في هذا السوق هذا، وكاننا في واحد الفضاء ثقافي، بحيث على انك ممكن تعرف على التغذيه وكذلك الملابس وبعض العادات والطبائع ديال مجموعه من دول جنوب الصحراء من خلال هذه المنتجات ديالهم، من خلال الحوار اللي كيفتحوه معاك هنايا في هذا السوق هذا، السوق النموذجي للمدينه القديمه. وهي تجربه اللي بدات كتعرف، اللي شهدت استحسان ديال الساكنه هنا بالمنطقه، وكذلك بدات كتعرف الاقبال ديال مجموعه من المواطنين المغاربه على المنتجات ديال هاد الدول هذه من دول جنوب الصحراء. كان معكم عصام العباري من العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء.